وفي وقفة تحليلية حول هذا اللقاء الحصري ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي السوداني كمال سر الختم. أهلا بك سيد كمال. تابعنا إذن كيف أكد داغلو جاهزيته لوقف النار فورا والدخول في مفاوضات، إلى متى بتقديراتك ومن وجهة نظرك سيبقى الطريق مسدود أمام فرص للسلام يعرقلها البرهان كما قال داغلو؟ شكرا لك وشكرا لمشاهدي سكاي نيوز عربية. السودانيون يتمنون وقف الحرب الآن وليس غدا. الحرب أفرزت واقع وكارثة شنيعة يدفع ثمنه الشعب السوداني. الشعب السوداني يواجه الجوع والتشرد والمرض والقتل. الحرب أفرزت واقع اقتصادي مزري وخسائر اقتصادية هائلة في البنية التحتية وفي الاقتصاد السوداني. الشعب السوداني الآن أصبح نحو 7,700,000 لاجي داخل وطنهم، داخل مدن الآمنة، نحو 1,300,000 سوداني نزحوا إلى 4 دول الجوار: أفريقيا الوسطى، تشاد، أثيوبيا ومصر. الشعب السوداني الآن أصبح رقم واحد في اللجوء، فلذلك دعوة الفريق محمد حمدان داغلو لوقف الحرب رغم المآسي التي يعيشها الشعب السوداني من تعديات قوات الدعم السريع، لكنها حتما ستجد دعوة وتعضيد من الشعب السوداني لأن طيب ومن البرهان إذا من البرهان كيف ستجد هذه الدعوة؟ أتوقع يعني كما توقعنا سابقا أيضا الآن نتوقع أن يرفض البرهان هذه الدعوة. كان يتمنى الشعب السوداني وكلنا كنا نتمنى أن يلتقي البرهان الفريق حميدتي في كوتي أو أي مكان آخر لوقف هذه الحرب. البرهان نفسه وصف هذه الحرب بأنها حرب عبثية كما وصفها أيضا قائد الدعم السريع، ولذلك عندما يصف الجنرالين هذه الحرب بأنها حرب عبثية فيندهش كثير من السودانيون وكثير من المراقبين لماذا يرفض البرهان الجلوس مع حميدتي والوصول إلى وقف هذه الحرب التي الآن امتداداتها شملت أكثر من ولايات، قرابة 7 ولايات في داخل السودان تشهد حرب طاحنة، تشهد نزوح، تشهد إفرازات تتحدث عنها تقارير الأمم المتحدة أن نحو 21 مليون سوداني الآن مهددون بالجوع، مهددون بنقص الغذاء، الأطفال يموتوا جراء سوء التغذية والأمراض التي يمكن علاجها، كثير من السودانيين الآن يموتون نتيجة لانهيار الخدمات الصحية وخروج المستشفيات يعني الرئيسية. طيب من وجهة نظرك التقدم السريع العسكري لقوات الدعم السريع اليوم على الأرض وذكرت الولايات التي يسيطرون عليها هو ما سيجبر البرهان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات أم أنه سيؤخر ذلك؟ اليوم جمد تعامله مع إيجاد في ملف السلام في البلاد وقال قبل وقت سابق أنه سيقاتلهم حتى ينتهوا أو هو ينتهي، يعني ما الذي سيجبره اليوم البرهان
لأن يجلس على طاولة مفاوضات وجها لوجه أمام الجنرال دجلو؟ في تقديري أن الضغوط الخارجية هي من تجبر البرهان الجلوس على طاولة المفاوضات ووقف هذه الحرب العبثية. ليست هنالك ضغوط داخلية على البرهان. البرهان وأيضا حميدتي لا ينظرون إلى الشعب السوداني وإلى المآسي التي خلفتها هذه الحرب، ولكن الضغوط الخارجية إذا الدول الإقليم ودول العالم أوروبا وأمريكا يمكن لها أن تجبر البرهان وتجبر حميدتي لوس، ويمكن أيضا للدول الحدودية أن تلعب دورا في مجال تسريع التقدم نحو اتفاق سلام. دعنا يعني نعود إلى تصريح ما صدر عن دجلو، يقول اليوم أن جولاته في القارة الأفريقية هي لدعم السلام في بلاده. كيف ترى هذا وهو لا يبحث عن شرعية كما اتهمه البرهان؟ هل ترى أن هذه الجولات هي عمقت الأزمة داخل الشعب السوداني، أم أنه بالفعل هو ذهب في هذه الجولات ليبحث عن دعم للسلام في السودان؟ دعينا نأخذ تصريحات الفريق دجلو كما ذكر، لأننا لاحظنا منذ خروجه ومنذ جولاته الأفريقية هو يتحدث عن السلام، ويتحدث أنه إذا التقى البرهان بنية صادقة نستطيع أن نوقف هذه الحرب الآن. كما ذكرت سابقا أن الشعب السوداني الذي يعيش مأساة هذه الحرب يثمن هذه التصريحات. نحن لا أول شعب السوداني لا يبحث عن النوايا، ولكنه الآن يبحث عن السلام. كل من يدعو إلى السلام هو يقف إلى جانب هذه الدعوات. نتمنى أو يتمنى السودانيين أن يستجيب قائد الجيش الفريق البرهان إلى هذه الدعوات، لأن ما نشهده الآن بتقارير الأمم المتحدة السودان رقم واحد في العالم على مستوى النزوح ومستوى التردي في كافة المجالات. الاقتصاد السوداني للأسف الشديد يشمل أو يشهد انكماش وصل نحو 12% في العام المنصرم. الجنيه السوداني فقد نحو 90% من قيمته، أصبحت أرقام فلكية أمام الدولار. الشعب السوداني كما ذكرت يواجه الجوع والمرض والتسرب والفقر، إما برصاص هذه الحرب أو بالأمراض الفتاكة التي تحاوطه من كافة الجهات. لذلك أي دعوة تصدر من الفريق حميدتي أو من الفريق البرهان تجد الدعم والعضد من الشعب السوداني. الشعب السوداني يأمل من قائد الجيش الفريق البرهان أن يستجيب إلى هذه الدعوات، وطاولة المفاوضات إذا التقى الجنرالي قادر على وقف هذه الحرب العبثية. يعني اللقاء يعول عليه من قبل الشعب السوداني الذي يرى بارقة أمل في هذا اللقاء. انتم أشكرك جزيل الشكر من لندن الكاتب الصحفي السيد كمال سر الختم. شكرا سيد كمال.